اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يهجره فيشقى. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نحن ببابك واقفون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون، فلا تطردنا من رحمتك، نحن بأيد مرتفعة وقلوب منكسرة وأعين دامعة، نطلب رحمتك ونرجو عفوك، فلا تردنا خائبين. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها وألسنتنا من أقوالها وأعيننا من خيانتها. اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك ولا تنسانا من عفوك، من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكائل البحار وعدد أوراق الأشجار وعدد نقاط الأمطار، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجا إلا إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا
ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي هي دارنا.